جويس، حزب الله يصدر بيانات بالإخلاء لمستوطنات الشمال، وهذا ما أسأل عنه مراسل العربي أحمد جرادات من الجليل الأعلى. أحمد، بيانات عديدة أصدرها حزب الله بالإخلاء لمستوطنات في الشمال، منها كريات شمونة ورشقات صاروخية مستمرة. هل ترجم حزب الله بالفعل هذه البيانات على الأرض، وكيف كان الأثر حتى اللحظة؟ يعني هذا هو ثاني بيان يصدره حزب الله ويطلب من الإسرائيليين في مناطق معينة في القرب من الحدود بالإخلاء. ونعرف بأن كريات شمونة هي من المدن التي أخليت في نهاية أكتوبر الماضي، ولكن على ما يبدو أن هذا يأتي ضمن الحرب النفسية. حتى اللحظة هو أطلق صواريخ نحو كريات شمونة، ولكن بحسب الجيش الإسرائيلي فقد وصل قرابة 15 صاروخا أطلقت من لبنان وتجاوزت الحدود نحو منطقة إصبع الجليل، أي نحو كريات شمونة ومحيطها. ما نشاهده في الصورة حاليا، الدخان الأبيض الذي سنشاهده بعد قليل في الصورة، هو من داخل الجنوب اللبناني، تحديدا في منطقة سهل الإخيام. هذه المنطقة تشهد على ما يبدو اشتباكات منذ الأمس، تشهد أيضا قصف مدفعي إسرائيلي يتركز في أكثر من نقطة قريبة من الإخيام، إن كان في داخل البلدة أو حتى في سهل الإخيام الذي يربط ما بين بلدة الإخيام الجنوبية وبلدة كفار كيلا التي يسيطر عليها الجيش الإسرائيلي منذ الأيام الأولى لهذا الاجتياح البري، وقام في الأيام الماضية بتفخيخ وتفجير منازل وأبنية في داخل كفار كيلا وداخل أيضا بلدة العديسة القريبة والمطلة على إصبع الجليل. اليوم نتحدث عن عدة استهدافات، من بينها إطلاق صواريخ نحو الجليل الغربي وأيضا استهداف منطقة إصبع الجليل، إضافة إلى تفعيل صافرات الإنذار أكثر من مرة في منطقة المطلة في أقصى إصبع الجليل. هذا الدخان الذي نشاهده حاليا في الصورة هو بالقرب من كفار كيلا وناتج عن غارات على ما يبدو أو أعمال عسكرية إسرائيلية في تلك المنطقة. سنحاول تقريب الصورة أيضا من منطقة المطلة، وهذه المنطقة القريبة من بوابة فاطمة، وهي التي تحدث حزب الله أكثر من مرة عن استهداف قوات إسرائيلية عند هذه البوابة. صافرات الإنذار ضوت 5 مرات على الأقل منذ صباح هذا اليوم، وتم رصد إطلاق صواريخ من لبنان نحو منطقة المطلة في أقصى إصبع الجليل، ولكن لم يتم الإبلاغ حتى هذه اللحظة إن كان هناك إصابات في صفوف الجيش الإسرائيلي الموجود في هذه المناطق الحدودية أم لا. نتحدث عن استمرار العمليات من قبل حزب الله وتكثيفها في الفترة الأخيرة في داخل الجنوب اللبناني، إذ يحاول استهداف الوحدات التي تزللت إلى الجنوب اللبناني أو التي تتواجد وتسيطر على بعض البلدات اللبنانية في الخط الأول من الحدود. أيضا يعني هذه المنطقة تقع في منطقة إصبع الجليل، وهي التي أطلقت عليها 15 قذيفة على الأقل. هناك دخان يتصاعد من مدينة كريات شمونة، وهي يعني أكبر المدن الموجودة في هذه المنطقة في إصبع الجليل وفي منطقة الجليل الأعلى، من أكبر المدن الإسرائيلية. ونشاهد هذا الدخان على ما يبدو بفعل سقوط صواريخ أطلقت من لبنان في الساعة الأخيرة بعد تفعيل صافرات الإنذار في ساعات صباح هذا اليوم في عدة مناطق، إن كان في كفار سولد، في منطقة أيضا كريات شمونة، في مناطق أخرى، في مثلا تال حاي وهي منطقة استهدفت في السابق مرارا وتكرارا من قبل حزب الله. هناك انخفاض حقيقة محمد في وتيرة إطلاق الصواريخ، كان هذا ظاهرا أمس تحديدا عندما أطلق حزب الله قرابة 100 قذيفة صاروخية خلال الأمس، ولكن أيضا هناك تركيز من قبله على استهداف القوات الإسرائيلية، ونتحدث عن مقتل 15 جنديا إسرائيليا منذ مساء الأربعاء في داخل الجنوب اللبناني، جميعهم قتلوا خلال اشتباكات وكمائن نصبها حزب الله للقوات الإسرائيلية، وتم استهدافهم خلال تواجدهم في مناطق كانت قد مشطت سابقا، بمعنى أن لا نتحدث عن توغل في بلدة لبنانية، بل أن القوات الإسرائيلية في الأيام الماضية اقتحمت هذه البلدات، توغلت فيها، قامت بتفتيشها، وأيضا نصبت يعني نقاط في داخل هذه البلدات. ما يتم استهدافه في هذه الفترة القوات الإسرائيلية الموجودة في قلب البلدات في الجنوب اللبناني، إن كان بالقنابل، إن كان بالصواريخ الموجهة، أو حتى بالاشتباك المباشر. أكثر من مرة تعرضت قوات إسرائيلية موجودة في الجنوب اللبناني، إن كان
كان في القطاع الشرقي أو حتى في القطاع الغربي، إلى كمائن من عناصر من حزب الله لا يتجاوز عددهم ما بين 3 وحتى 4 عناصر تتكون الخلية الواحدة، ولكن نجحوا في أكثر من مرة بإيقاع قتلى وجرحى في صفوف الجيش الإسرائيلي بأعداد كبيرة.